أما المتسابق الثالث النهاردة فهو الحقيقة شخص مش جديد علينا احنا في الفرصة، هو موسى الهواري مؤسس مزنة من الأقصر، وحنقول لكم ليه مش جديد. الأرض ما بتكدبش، هو ده شعرنا. الأرض في الأقصر والصعيد شاهدة على جودة سمادنا. القصب السنة اللي فاتت زاد معانا أكتر من الربع، طعم الخضار رجع حلو تاني زي زمان من ساعة ما استخدمنا السماد العضوي لمزنة. من هنا بيبدأ من وحدات البيوغاز في بيوت المزارعين. احنا بنبيع مخلفات وحدة البايلوغاز لشركة مزنة، وده طبعا وفر لي دخل الشهر السابق. في المصنع ده بنقدر نحول المخلفات لأسمدة عضوية سائلة بتساهم في زيادة خصوبة الأرض وإنتاجيتها، وكمان بتقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية. بنشتغل إننا نوفر سمادنا لكل أراضي مصر، دي بتزيد عن 10.5 مليون فدان أراضي زراعية. مش بس كده، إحنا كمان بنتجه إننا نصدر. وحشتنا يا موسى، اخبارك ايه؟ موسى يعني مش اول مره يجي يتسابق معانا هنا، تسابق معانا في هنا الشباب بشركه برمودا، وانت كسبت. فين برمودا دلوقتي؟ برمودا دلوقتي موجوده ومنبثق عنها ثلاث شركات تاني شغالين في كلهم في القطاع الزراعي. يعني برمودا طلع، فضلت برمودا ولا عملت ثلاث فضلت برمودا بس تحتها ثلاث مشاريع تحت ادارتها. وكمان خليني اقول لك ان برمودا كانت زي حاضنه اعمال خرج منها خمس شركات من الموظفين اللي كانوا موجودين معانا، وبعد فتره انا استاذنت من شركائي ان انا عندي طموح في حاجه ثانيه، فاستاذنكم هطلع اعمل حاجه ثانيه، ولا زالت الشركه مكمله. طب وهنا الشباب ساعدك ازاي؟ هل ساعدك وجودك في هنا الشباب وانك فزت في واحده من الحلقات؟ اللي انا هقوله مش جديد، احنا في هنا الشباب خرجنا باحد المستثمرين معانا من اعضاء لجنه التحكيم، وكمان ساعدنا كمان في انتشار المنتجات بتاعه الشركه وفي زياده البراند بتاعها بشكل كبير جدا، كمان معرفه اهلي باللي احنا بنعمله ومعرفه اهلنا بشكل عام في الصعيد، ساعدنا بشكل كبير جدا وقتها يعني على المستوى الشعبي وحتى على مستوى البيزنس. واحنا بنبقى سعداء جدا مش بس بأهل الصعيد وأهل الأقصر، ولكن أيضا بأن يكون معانا من خريجي برنامجنا سواء هنا الشباب أو الفرصة، وأن احنا نعرف إزاي البرنامج أثر في حياتهم وغير لهم حياتهم وجذب لهم مستثمرين، ودي بتبقى قصص نجاح مهمة. مزنة معانا في هذه الحلقة، تحية الأقصر.